الاضرار عن الطعام والشراب. ما حكم الاضرار عن الطعام والشراب في الاسلام؟ حرام، لا يجوز الاضرار، لا يجوز في الاسلام، لانه اذا لنا ولا تقولوا ان تكفروا ان الله كان بكم رحيما. فلا يجوز الاضرار الى الطعام والشراب. هذه امراه كافره حجبت ولدها قالت لا اضرب عن الطعام والشراب حتى اموت، فتعلم ان تملك الشرائع يقولون هذا راجل امه قتل الامه السبيل. وقال لو كان مئه نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت به. نعود الى روايه مسلم قالت زعمت ان الله اوصاك بوالديك وانا امكم وانا ازوج بها، فقال مكث ثلاثا حتى أشجع عليك من الجنة. فصار ثم ذهب قال له القرآن فتقال فجعل السبع على سعد، فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: ووصيت الإنسان والسيد فلان وإن كان لك على ما أشرك به، وفيه هذه الآية وصاحبهما من كل معروف. هذه واحدة. في الثانية قال: وصاد رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمه عظيمه، فاذا فيها سيف فاخذته فاتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت له سلمي هذا السيف، هب لي اياه، اعطني اياه نافله. فالم قد علمت حاله؟ فقال رده من حيث اخذته. فانطلق حتى إذا أردت أن أطيعه في القبر لا مثل فيه، أنا أولى فرجعت إليه فقلت أعطيني. قال أشد لي صوته كله من حيث أخذته. قال تقول الله عز وجل يسألونك عن الكتاب قل الكتاب لا يقرؤون به. هذا الثالث. الثالثة قال فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني فقلت دعني أقسم ما في عيني. قال فدعني. قلت فدعت. قال فدعت. قلت فدعت. قال فدعت. فكان معه حسنت جاهزا. قال وأتيت على أثر أن من قام يهاجر فقال تعالى أطعمك وأنسك أمرا وذلك قد حضر الأمر. قال فأتيت في حج والحج والبستان فإذا رأت جسور الحج عنده وزق من خمر. قال فأكلت وشربت معه فذكرت الأنصار والمهاجرين عنده فقلت المهاجرون خير من الأنصار. وطبيعة الذي يشعر أنه يدخل عنده شيء من غير التفاؤل ويقول يحمي قال فأخذ رجل أحد لحيته رأسه، يعني رأس البعير، أحد لحيته رأس البعير فضربني به فجرح بنفسه. وفي رواية فضربني أنف سعد فتزرعه وكان أنف سعد مكسورا من تلك الضربة بقي له بعيد. فإذا صارت المشاجرة في مجلس الخبر هذا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأنزل الله عز وجل في ذلك يعني نفسه شأن الأمر إنما الأمر والمنزل والعباد والعباد فهذه القصة فيها سبب نزول الآية بسبب سعد ولا مانع أن تنزل الآية بسبب أكثر من حادثة، يعني تحدث حوادث متقاربة فتنزل آية واحدة فيها كلها. ولهذا هذا باب تعدى السبب والنازل واحد، وفي العهد أن يتعدى فيه والنازل والسبب واحد، مثل موت أبي طالب نزل في أكثر من آية في موت أبي طالب، حبيبي موت أبي طالب على الشك، لأنك لا تدري من أحببت،
وما كان النبي الذين امنوا ان يتقوا من الذين فهذه الايات نزلت في تحريم الغمر الخطاب يا ايها الذين امنوا جميع المسلمين وكانت الشهوات والعادات تلبس بها في الجاهليه وغالبا على النفوس فكان في نفوس كثير من المسلمين ولا عصام فقال الله يا ايها الذين امنوا متى نزل تحريم الغمر متى اصحاب الحج رحمه الله مثل ما طبعا الآية ما تنسى إلا بالذكر وسورة الآية آخر آية آخر سورة نزلت اليوم أكرمت لكم دينكم وأنفعكم نعمة آخر السورة أما آخر آية نزلت فهي في سورة البقرة واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله فيقول ابن الحجر رحمه الله أن الوقت الذي بدا فيه الآية كان في عام الفتح قبل عام قبل الفتح وقال بعض العلماء بعد الحديبية كانت سنة الحديبية يعني سنة جزء من الهجرة وقال بعض سنة أربع لكن بعيد لأن أنس كان ساقيا يوم الرعب وكان لو قلنا إنها كانت سنة أربع لكان أنس أفضل من أن يكون ساقيهم ويحدث ما يحدث وستأتي القصة ثلاث سنين مع أبي طلحة ونزول آية التحريم في الحادثة الثانية تحريم الخمر كما نعلم كان بتدرج ونوادر كثيرة لأن الأمم كانوا مولعين بها فورد فيها إشارة في العلم تستفيدون منه سكرا ولسما حدثا فبين بين السكر ورزق الحسن يعني كان السكر هذا ليس رزق الحسن لانه ميز بينهم قال تستفيدون منه من العلم سكرا ورزق الحسن هذه اشاره ثم جاء تنفير منها في قوله تعالى يسالونك عن الفضل والمنشق فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من ذلك ففي ناس من المسلمين لما رأوا هذا قالوا لا حاجة لنا فيما فيه اسم كبير فهذا طائفة الآن من المجتمع ثابتة طائفة أخرى قالوا نأمر من فعلها وأنه اسمها فنزلت آية التي بعدها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فتركها بعض الناس طائفة أخرى من المجتمع الإسلامي وقال لا حاجة لنا فيما شغلنا عن الصلاة يعني كل واحد يريد يصلي نافلة ما يأذن والذي يريد أن يشرب له أن يشرب بعد العشاء أو بعد الفجر إذا شرب بعد الفجر ما يصلي الضحى إذا شرب بعد العشاء ما يصلي قيام الليل أصبح مثلا الطاقة قالوا لا حاجة لنا فيما يشغل عن الصلاة ثم جاء الآية الأخيرة آمين بالتحريم الطريق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله من عيب والأرض والأسباب عن عمل الشيطان فاجتنبوا قال لي واحد من السلام قال شو ما قال حرام قال اجتنبوا شيء اللي بعده عند اللغة العربية سام يجب شبهات تعلم لها الاجتناب اقوى الفاظ التحريم كما قال عمر لانك لابد ان تكون في جانب وتجعل الشيء المجتنب في الجانب الاخر اجتنب هو يعني كنت انت في جانب وهو في جانب الاخر فلذلك جاء حتى في تحريمه وقد عرفته على القدر وعلى الانفاق والاسلام وانه عيش وانه من عمل الشيطان ووضع العداوه الله بين المسلمين ويقول عن ابن الله وعن الصلاه انتهت مساله واضحه جدا صريحه ولذلك بعضهم يقول ما حرم الله شيئا اشد من الخمر لقد سجد عند درس الحكيم من الحكيم الخبير سبحانه وتعالى
من ذات الحدث نقص هذا الحرام المنكر نقصا كليا، وكان هذا النقص واضحا جدا. كانت هناك عوامل تمهد لحدود تحريم الكلام، حدثت احيانا فظيعه مواقف مشكله. طبعا قبل دون تحريم الكلام الذي كان يشرب ما كان ينكر عليه مثل موقف النبي عليه الصلاه والسلام حمزه، حديث حمزه في الصحيح يعني علم الكفار عنه ذهب واحترق يعني في عده سنوات ذهب وعد اشياء احترق قرون اشترى ناقتين يعدهما لزواجه. جاء حمزه رضي الله عنه قبل تحريم الخمر طبعا حمزه قتل جن وهو سكران فجف اسئله البعيره السلام هذا السلام هذا طبعا والبطون شق وهذا معد العده الثانيه الان يحتاجها فمس الحاجه عليه رضي الله عنه لاجل زواجه ومقتنع الظروف. فذهب علي بن ابي عبد الله مساله حساسه الان حمزه من هو عمي وعم النبي عليه الصلاه والسلام قال عمي فعلت لك. فالنبي عليه الصلاه والسلام ذهب الى حمزه ليكن يكلمه فوجده مضمرا عينيه فقال حمزه وهل انت الا عزيزا لابي؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام رجع وقال ولم ينفع عليه لا في حال كفر ولا بعد كما قال العلماء لان الخمر لم تكن نزل لا تحريم هذه من نزل بعد، لكن يعني هذا الحدث وغير هذا الحدث كان من الاشياء المقنعه، احداث كثيره صارت شنيعه ضخمه صار مقنعا الناس انه لا بد ان حكم في هذه الشرائع المهمه. وبعض الانصار يحتمل ان الحمد لم يخلق بشره شكر لكن اسرع فيه فقد لاحظ اجلس عليه الحمد يوم حمزه اصلا ما كانت خمر حرمت ولا يضر حمزا في هذه المساله رضي الله عنه لانه ما كان شيء بشيء يتحرك بذلك لما نزل تحريم الخمر مشى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم الى بعض وقال حرمت الخمر وجعلت عدة الشرك يعني فردت نفس الاطنان للانصار ذلك الشرك ثم علق الفلاح بالامر قال لعلكم تفلحون فعند ذلك لم يجدوا مدة للتوحيد. وقوله فاجتنبوه يشمل اجتناب الخمر بالكليه لا ينتفع بها باي وجه من لا بشرط ولا بعلم ولا بتقليد ولا مداواه ولا شيء. اجتنبوه ليس فقط الشرب بالكليه فالمنكر يترك تماما ولا يستفاد منه لا باستعمال خارجي ولا داخلي هذا الامر اجتنبوه. ولذلك روى مسلم عن ابن عباس ان رجلا اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم الراويه خمرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل هل علمت ان الله حرمها؟ قال لا. طبعا بعض الناس كان يقول من العوام من ثانيه من اماكن اخرى ما يعلمون باشياء نزلت قبل ايام او شهور فممكن واحد ياتي معه بهذه الامر ولا يعرف انها حرمت. فلما ساله النبي عليه الصلاه والسلام بل علمت ان الله حرمها؟ قال لا. قال فسار رجلا يعني هذا الواجب غاضب الامر لما النبي عليه الصلاه والسلام رفضها اسر الى رجل كلاما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ساررته؟ يا
لما أراد؟ ماذا قلت له من خسائر الدرس؟ قال أمرته ببيعها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. يعني هذا يدل على أن الخمر اشتربوه يعني حتى البيع، يعني أي انتفاع، أي استعمال، شرب، بيع، مداواة، أي شيء. الرجل لما سمع الكلام هذا فتح المزادة حتى ذهب ما فيها، فكما أخرج قال فيه من مالك رضي الله عنه. لأن الشيء قد ينمون يمكن الاستفادة منه، يعني شيء حرم ممكن الاستفادة منه على وجه معين مثل الميتة. قال عليه الصلاة والسلام: هل أخذته من دفعها فذبحتموه فاتبعتم به؟ يستثنى من الميتة فقط للجن إذا دفن. لكن هذا الخمر ما فيها أي ما تجد فيها لا قاتل لا يجوز لا بيع ولا جعلها دواب ولا شرب. وأجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر والدم وبيع كل ما نهي عن ذكر الله وعن الصلاة، لأن العلة في تحريم الخمر هي من العلة في تحريم الخمر أن يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة. فلو قال واحد في بعض الألعاب تشغل عن ذكر الله وعن الصلاة ويبقى جاهل، ولو كانت الأرض مباحة لكن ما دام وصلت إلى درجة تشغل عن ذكر الله وعن الصلاة، يعني لو قال نحن نلعب مرة أربع خمس لعب مثلا، نحن نلعب نقول اثنين اثنين ست خمس لعب، طيب تشغل عن ذكر الله وعن الصلاة، لو تجي الصلاة من الصلاة نتسمى صلاة زيادة. نقول ما هي العلة في تحريم الخمر؟ كل عن ذكر الله عن الصلاة، هذه احدى العلة وحرمت من أجلها لأن الله نص على العلة له علة. إنما يوقع الشيطان يوقع صدور المؤمنين على بعض الخمر والميسر، يوقع العداوة والبغضاء بين المتبادلين ويصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة. فكل شيء يؤدي الى هذا ياخذ الحكم نفسه. وقد جاءت قصه انس رضي الله تعالى عنه، وهذه القصه فيها عبره من هذه الناحيه وسنفي عليها في الايه التي بعدها ان شاء الله. المسجد كل ما قال طبعا فلقد الله وجعل طريقه سنوارا الخمر ما قال العقل. قال شيخ الاسلام: الحشيشه سجد من المضاحك وهي حرام، وسجد منها حرام اتفاق المسلمين، وضررها من بعض الوجوه اعظم من ضرر الخاتم وضرورها من جهه فاسده. الحشيش يغتال المخدرات حرام ومذاكرها واضحه، والخمر لا يجوز شربها لا للذه ولا للجلال ولا للعطش ولا للجين، ولا يقصد بها ذكر تنزيه من حرام بدعه. الحج الخمر 80 جنه الحق عمر حد الخمر بحد المسجد واقره الصحابه. كان حد الخمر 40 جنه فجعله عمر 80 لأنه رأى أن الناس لا يرتجعون بدونها. دخل سبحان الخمر وسعت الفتوحات، وجد الخضوع عند الروم وعند الفرسان، فرأى عمر أن الناس لا يرتجعونها ولا معهم أكثر ولا يتداعى على النساء ليتبعونها. فرأى عمر أن الناس لا يرتجعون إلا بمضاعفة وفي ذلك سلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الى ان الامام يفعل الزياده عند الحج. قال شيخ الاسلام: والزياده يعني عن 40 الى 80
يجعلها الإنسان عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمر وكانوا لا يرتدعون بدونها. يثبت حد الخمر بإحضار الشارب أو بشهادة عدلين. قال بعض العلماء إذا وجد في رائحة الخمر كان ذلك شافيا، إذا لم يدعي شبهة وجد في رائحة الخمر. في الإسلام رحمه الله أو كان في رواية عن أحمد أنه شاهد في إحضار المنحد عليه، وأن عمر بن مسعود حكم بوجوب الشمس برائحة رجل الخمر. هذه الخمرات التي حرمها الإسلام بهذه الطريقة الحكيمة نجح تحريمها نجاحا بالغا في المجتمع المسلم. أما المجتمعات غير المسلمة فشلت فشلا ذريعا في منعها، فقد أدركت بعض الدول الغربية من قوائم قبل أن تنصرف مفاسد الخمر فسدت القوانين في تحريمها. ولكن بعد 14 عاما فشلت هذه المحاولات من فشلا ذريعا، بعدما أعطى مئات كتب مئات الأشخاص وسجن عشرات الآلاف والغرامات عشرات الملايين والمصادرات مئات الملايين من الدولارات، زاد عن المصانع الخمر عشر قرعات أذنت وفشلت المحاولات في منع الخمر، بينما كانت نزول آية واحدة في الجنة كافية جدا لامتناع المسلمين عن الخمر امتناعا تاما، كما يدل عليه سبب نزول الآية التي تأتي بعدها وهي قول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فيقول انس رضي الله عنه: كنت ساقي القوم في منزل ابي طلحه، وفي روايه كنت اسقي ابا عبيد وابا طلحه وابي كعب، وفي روايه كنت قائدا على بني اسقي عموما وانا اصغرهم، وكان قبرهم يومئذ قضيه، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: الا ان الخمر قد صحيح. فقال لي ابو طلحه: اخرج فأذعبها. فخرجت فخرقتها فجرت في سكه المدينه، شوارع البلد كلها زالت الخمر لان الناس طردوها. فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونها، فانزل الله ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح في مطعم اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا والله يحب الدين. وكذلك فإن الإمام مسلم رحمه الله روى عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح. الآية قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لي أنت بالصيام مسعود الآية، وهذه منطقة عظيمة لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا اتقوا وآمنوا اتقوا وآمنوا ثلاث مرات ذكر الاتقاء. قال العلماء: الأولى اتقى ما تلف، الثانية اتقى في المستقبل، الثالثة اتقى ظلم العباد وأحسن إليه. حديث أنس يقول: كنت أبكي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة وزيد بن سهل وهو زوج أم سليم أم أنس وأبي بن كعب معه، كانوا في منزل من؟ منزل أبي طلحة. وقد أعطى النبي عليه الصلاة والسلام بين أبي عبيدة وأبي طلحة، وأبي بن كعب كبير الأنصار وعالمهم، وكان معهم كما جاء في الروايه وطلحه ومجاله وسعيد بن بيضاء وابو مجاله بن سمعت بن خرجه. فكان عدد من الناس في مجلس ابي طلحه كان 11 رجلا، 11 رجلا في مجلس ابي طلحه يقول:
كل ذات القوم. فدخل علينا رجل من المسلمين واحد فقال قد نزل تحريم الخمر. نزل تحريم الخمر وكان الامر من وكان الخمر من قبيح وهو اسم للاذن اذا شرع او نكت ان شرع مفعولا للناس ويخلط الطفل والرطب ويجعل منه خمر في الاناء يترك حتى يتربى. جاء الرجل هذا يقول لهم نزل تحريم الخمر مع انهم سيفوها وقالت رؤوسهم واسرعت فيهم فاذا الناس ينادي ان الخمر مستحيل. قال ابو بكر انا انظر قوم ماذا قوم. وفي روايه جاء الرجل فقال هل بلغكم الخبر؟ قال هنا ذاك. قال قد حرمت الخمر. فاذا كان الخبر قد وصل الي نسبه الخمر ما هي النتيجه ورده الفعل؟ قال ابو بكر قضي علي فهرسها يعني فهرسها اسقبها وتخلص مباشرة. قال انس فقلت الى مجراة لنا فضربتها باسفلها عن الجدار. ما هي جرار الصوم جمع جرار؟ فاراق بعضها وكسر بعضها وهكذا كان التكثير بآل الجهرات كالهاول وهو معروف تدق فيه ربات الغيوم طبعا. هناك زيادة مهمة في الرواية أو في حتى الروايات عند أحمد قال فوالله ما قالوا حتى ننظر لنا. وفي رواية أخرى فوالله ما سألوا عنها ولا رجعوها بعد أربع رجل. ما في خارج ما قالوا أبدا. يمكن خبر هذا الرجل غير صحيح يمكن إشاعة يمكن مباشرة وهذا يدل على تقديره لله ولحكمه وعلى مبادرته بتنفيذ امره واجتناب ما نهى عنه. لقد كان الالتزام في الصحابه التزام جماعي هذا من الاشياء المهمه جدا التي نجح ذلك المجتمع ان الالتزام التزام بالاوامر والنواهي كان التزاما جماعيا. ولذلك قال انس فجرت في سكه المدينه يعني في طرقها جرت للأدقة في نيتها. كل الناس أراقوا معينا أراقوا معينا حتى جاء عند ابن مردوين من أبي كتابة بسند جيد وصفت حتى استمعت في بطن الوادي صارت تستمع في بطن الوادي. وهكذا كان هذا المثال واضحا في التزام المجتمع الاسلامي كله تحقيق التزام المجتمع الاسلامي كله بحكم الله ورسوله. لقد كانت تلك القصه مثالا واضحا على الاستجابه يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول وأن الصحابة رضوان الله عليهم أرادوا الحركة في أنفسهم وضعفها وسلموا بذلك تسليما وأخذت نفوسهم. كم يفعل أجل اليهود حيل حرم عليهم الضيف يوم السبت فشموا نظروا الشهادة يوم الجمعة ورفعوا من العلم. كان هذه الاستجابة مثال لفتنا من التنزيل الذي حصل من قبل ومن بعد. ابراهيم بن عبد الله ولده سلم
وقذفه و أراد أن ينفعه بعلمه ولا جزاه إلا الله. هذا الامتثال تقرأ له الصحابة رضي الله عنهم في قصة الخمر دليلا واضحا على طاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان الخمير مقدر على رجال الله حتى الجنة. فمثلا لقناة رسول الله تعالى ولا يؤمن الا تهن وهي قبله المطيعين على انفسهم اسرع من النساء في الحجاب. خذها هذا المثال من واقع النساء في المجتمع الاول. تقول صفيه رضي الله عنها بينما نحن عند عائشه رضي الله عنها فذكرنا نساء قريش وفضلهن قالت عائشه ان لنساء قريش لفضلا يعني حقيقة لنساء قريش ولد وإني والله ما رأيت أفضل من ذلك القول أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا في التنزيل. لقد نزلت سورة النور وإن ضربنا بظهورهن على ذنوبهن نزلت عند الرجال عند النبي عليه الصلاة والسلام فانقلب رجالهن إليهن في الأزواج والآباء رجعوا الى النساء في البيوت يجدون عليهن ما انزل الله اليهن فيها ويحمل الرجل على امراته ومنزله وامته وعلى كل ذي قرابه فما منهن امراه الا قامت الى فرقها المرحب فاعتذرت مني تصديقا وايمانا بما انزل الله من كتابه فأصبحنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الصلاة التي بعد المؤتمر مع التنبيهات لأن على رسول الله تنبيه شامل ومباشر. إذا كان الالتزام للمجتمع الإسلامي عند الصحابة عامة عند النساء وعند الرجال لأن مبدأ هذا المؤسس في قضية تلقي التنبيه المبادرة للاستجابة الفورية ما في تلفظ ولا الخروج ولا القياده بالباطل ولا عيان المسلم مسلم الاستسلام لما جاء في ذلك وهذا نص عظيم جدا ينبغي علينا ان نتمثله في انفسنا وان نسير عليه في قضيه المسارعه للتنفيذ تنفيذ الاحكام الشرعيه في العرب. هذا شيء عظيم في الغالب وتفيد جدا وتير عقرا واحداث واقعيه وقدوه سلفيه من هذه الامه تجعلنا نشعر فعلا بمعنى الالتزام الصحيح بالاسلام وكيف يجب ان نكون هذا المسلم اذا عرف حكم الشرع يصدق نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الامه شريكه يقول معكم النبي صلى الله عليه وسلم على تسليم الإمام من نجوى من نظام جميعا يفوز من أجل بقدر ما يفوز من أجل بقدر ما هل يقول إنسان من الإمام نبيا كقولهم هل يقول المنظوم نبيا كقول الإمام من دعاء كل طلب في الدعاء كل طلب تقول يعني اذا كان في ذكر لله تقول سبحانك مثلا اتبع الزرع وخرج من التسبيح في الجواب قول استغفرك على في طلب من الف والسين والدال في الطلب هل الصلاة الظهر والعصر في المساجد في مكة له أجر أم هو آخر حرام مباح؟ هذه مسألة قد اختلف فيها العلماء، طبعا هو حرام في مسجد الكعبة كما جاء في القرآن مسجد الكعبة. وقال بعضهم يشمل مساجد مكة كلها، كل المساجد التي في منطقة الحرم في الكعبة. حرم مكة وفضل الانسان على عدم قدمها من قلب الحرام اي مسجد الحرام مسجد الكعبه
هل يمكن أن تكون الصفحة دون صلاة العصر؟ نعم، لكن الصفحة أمانة. ونلتقى المال الذي يعرض على مفتاح الحضار المسلمين وتدريب الشمس وتشغيل واستئذان في بعض شعائر هذا كثير في توابع المعلم. وعلى المسلم ان يحذر نحن سمعنا الايات في صلاه التراويح وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكرمها ويستاجر فيها فلا تفعلوا معه. فكيف يتفرج على استهزاء المسلمين والمسلمات بآية الله؟ فقد يستهزئ الدين، قد يستهزئ الحجاب، قد يستهزئ المحرم المتفق، وقد يستهزئ الاستواك الكريم، قد استهزاء. فهذا لا يجوز، وهذا يضعف الدين للنفس الواحد يتفرج كثيرا على هذه الاستهزاءات تعود عليه الله. ربما هو يقول في المجالس بعد ذلك فيشارك مع المسلمين. ولو الآن هناك أشياء مضحكة وغزلية فينبغي أن يتأثر القرآن الكريم بما هو لقول الرسول وما هو تنزل وما هو تنزل. وأفضل شيء أتى الله وآياته ورسوله وسنة ذلك لا تعتذر في الخطأ عن الإيمان. ما هو الذي يفضل عليه قال الله حديث إنما أعمال النيات. وما هو آخر حديث حسن قال الله ما هو آخر حديث كتب به قال كلمتان حقيقتان على اللسان حقيقتان في الزمن حديثتان إلى الرحمن محاولة. ما هو السبب؟ إن الأول حديث قريب وكذلك الثاني إشارة إلى حديث مدى الإسلام غريب وتعيب غريب كما مدى فطوبى للقرباء. لكن هذا رواه واحد وهذا اثنان، فلذلك عليه الصلاة قد يتنفذ أشياء من طريق البخاري قد يكون فقدها وما يكون فقدها. حديثان عظيمان فتنفذ رحمه الله بهما صحيحا وتجمع الاخر بهما. المراد بالتأكيد أن المراد بالبغي ما بدنا فلم يكن بغي من يمد سبع أيام خاصة من سبع أيام دم وتعتبر سبع سنين الدورة. هذه الأيام مدت الدورة على أيام خاصة أقل من خمسة أيام ثم زالت من هذه الدورة. أي دم في وقت الدورة ما هو الدم؟ هذه قاعدة واحدة. الدم خارج وقت الدورة نوع فإن كان مشابها لهذه الدورة إن كان مشابها لجنب الدورة اللون والصفة الرائحة وجعل صاحبا إذا كان مشابها لجنب الدورة وهو في خارج غير الدورة مشابهة لجنب الدورة والصفات اعتبرناه أيضا. ما لم يجد هو والدم الذي في غير الدورة على 15 إذا لا حكمنا بأنه في حرام ورجعنا إلى العذاب. ثلاثة، الكدرة والصغرى إذا كانت في أيام الحيض فهي حيض. أربعة، الكدرة والصغرى إذا استمرت في الحيض للآخرين فهي حيض لا تعدلن حتى ترين المفصلتان البيضاء. خمسة، الكدرة والصغرى إذا جاءت بعد الظهر فهي في شيء كنا لا نعد الكدرة والصغرى بعد الظهر شيئا. ستة، إذا أشر عن المرأة تعمل في رأسي الوظيفة ولغلبة القدر. يقول إذا قلت فطلبت زوجتي عليه حرام عليك هل هو ظهار؟ نعم هو ظهار.
كما نص العلماء. أي شيء يحرمه على نفسه يعني إلا الزوجة إذا حضر على نفسه يكون طهارا. اتخاذ الأب سترة ولو لديه حليب ضعيف، لكن هو قد يكون أحسن من ذلك. أرجو أن الجنان نفس العهد عليها من طبيعة مسؤولية قيمتها لكم أراضي وكذا لم يحل الحول على هذا الأمر. عروض التجارة إذا تحول بعضها إلى شيء آخر مزارع التجارة لا يستقل بحول الجنة، الحول يستقل هو. يعني مثلا واحد عنده ذهب اليوم ملكته، بعد 14 باع الذهب اشترى فضة، بعد شهرين باع الفضة اشترى سجاد للبيع، بعد باع السجاد اشترى أسهم للبيع، باع اشترى أرض للبيع. الحول واحد لا يفرق، لذلك كل عوض تجارة كل عبد الموضوع الحول واحد مستمر ولا يجعل هذه حولا ولا هذه حولا، لان هذه هي التجارة يوزع يوزع بعضها للبعض. اذا ابن وضعت وقلت على الشراب ثم نزعت الجوارح هل يجوز ان تصلي؟ هل يجب ان نزعت الجوارح؟ يجوز ان تصلي كما ذكر في سنة رحمه الله أن نزع الجورة في حد ذاته ليس من عوض. قال رأوا الوضوء في الإسلام معروف، خروج اللون المزرعة السكر نوم الجنابة خروج دم العين نوم معروف، ليس صنع الجورة من عوض. ما صنع الجورة نصحا صريحا لأنه ليس على طهارة من أول، ليس في الطهارة صحيحة خلع الجواب من الأسر ليس خلع الجواب من الأوامر. من الخطر من الزبير هو الأمر هو الأمر، وإن تعمد الناس عليه أو يكتبون منه أو بعضهم يوميا موظفون يكتبون يوميا. باب مغسل الإنسان من نفس الآخرات، إذا كنا من أهل الجنة ممن عمل الصالحات من الإناث فإنها يعاد خلفها خلفا جديدا، إلا أن شأنهن النساء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأبكارهن. هناك بعض النساء يوم الفرس يقضينه في الكلام عن الأخبار بعضهن البعض إذا كان مما يضايق الرأي، إذا يمكن أن لا يتكلمن كلاما أو بصوت يضايق الرأي فتعتزل مع صاحبتها بعيدا عن النساء حتى لا تزعج السامعات للدرس. من يقرأ القرآن في غير الصلاة كيف يجعل؟ ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا أقدم القرآن جمع هذا وتعالى إيه هو مثل؟ قال ما رأى تصفر أمامها فيضع منها غالبا رجل والشعر رقبا ذراعين قدمين. يقول بعض المساجد تتداخل القراءات، فإذا تحول القراءات المسجد بعيدا عن المسجد بحيث لا يحدث هذا التداخل. يقول
أنا من كان مطلقا شمالية درست الثانوية وتخرجت وذهبت إلى الرياض وأكملت التراث الجامعية واستأجرت وإنقاذ في شقة نحكم فيها وأتى بزيارة استنفاذ أو أتيت. وبعد ذلك درست سنة وانتقلت إلى المنطقة الشرقية وابن خالتي أتى بالبحث في شقتنا التي في الرياض وأكبر على بلاد الاستنفاذ. الواحد من العرب ولي الواحد من العرب الأسياس يعني صار أميرا على ذلك فجمع اليهود. قال ما تقول لسيء؟ قالوا قتلناه قال أتيت من يسر؟ قالوا لا عشرا الدنيا. هل يجب للمرء إذا كان النحو الحق المثالية الشرعية أن تحفظ القرآن من التفسير؟ نعم لا بأس أن تحفظه من التفسير إذا كان التفكير أكثر من القرآن تفكير ليس القرآن بهامش كلام يسير فيبقى له حكم مسلم. هل يقرأ دعاء الاستفتاح في كل ركعة تراويح؟ نعم في كل ركعتين دعاء الاستفتاح. لذلك الكتاب دون حرارة الحج عليه يعذب يوم القيامة إذا حسن التوكل حتى وزن يحمده الله فليس إذا فضلها إلا يعذب يوم القيامة. ومن تأثر الله عليه تأثر كما لا تأثر واستكبر طيب لو سكر الله سكر الله عليه لو سكر نفسه. بالنسبة للسؤال عن شركة والدنا العقارية هل توزع عن الورثة أم تؤخذ الزكاة فقط؟ من ورث مالا من ميت يبدأ الحول من يوم أخذ الميراث إذا كان الميراث عنده في يديه في حوزتين يبدأ الحول لأن الميت مال الميت انتقل إلى شخص آخر انتقلت الملكية وانقطع الحول لأن الميت مات الآن صار المال لشخص جديد بحول يبدأ من جديد. رجل جمع ذلك ورهات في رمضان اختلف العلماء في هذه المسألة فقال بعضهم عليه كفارة مغلظة قال لا يتصور هذا وكيف الواحد يجامعه ناسي وإذا كان هو ناسي طيب المرأة أيضا ناسية المهرب. وذهب الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره إلى أن إذا كان ناسي فعلا لا شيء عليه لعلمه الله تعالى لا يؤاخذه مسكينا أو غضبا. فلو فرض ما في تلاعب وفعلا هذا وهو هو ناس من زوجة ناسية معنى هذا قد يكون بعض تفاوضات لكن نفس الفرض انه فعل وقع فاذا لا يكون عليه عند شيخ الاسلام رحمه الله. قال الله عليه وسلم